فاكر انت عندك مليح فكره على الجزائر وخدمت برشا في الجزائر، من الاسماء اللي دارت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي جمال بالماضي. سالنا على جمال بالماضي مؤكد بنسبه 100% ماهوش معناتها ما تمش التفكير فيه في الترجي الرياضي التونسي بتاتا، بالنظر للاجر العالي والميزانيه اللي حددتها اداره الترجي للتعاقد مع مدرب اللي تقريبا ما تفوتش 40,000 يورو. كان الترجي عنده 200,000 يورو في الشهر بالماضي طلبهم على الجزائر، وش كاب الجزائر؟ مستحيل معناتها حتى بالمنطق مستحيل. وتاريخته تاريخته اللي سيفير وتاريخته ما تمشيش مع تونس، تمشيش. هو النو اللي يخرج عمل لك ديكلاراسيون تاني سامي العكريمي اقسم بالله تقلب الدنيا كلها. شوف اسلام، خلينا نكونوا عمليين، وراه ساعات المسؤول والفني الكبير ينحي مدرب في الانتصارات. المشكل وين في التراجي اللي احنا نتفرجوا فيه عندنا مده؟ المشكل في الاداء تاع التراجي كما قال لك مختار. مش مشكل تعمل زوز نول وخساره، ماهيش التراجي باش تقعد تربح ماتشات الكل ولا افريقي باش يربح ماتشات الكل، لكن الاداء التراجي ما كناش ماتش الجرجيس حتى فرصه ما كناش نتفرجوا فيها تقبل 5 دقائق لعب وتضرب 85 دقيقه بالبير دي تون، نقولوا 90 دقيقه ما تعمل حتى رياكسيون. راه هذا مش في حق جرجيس، ناخذوا في حق جرجيس، لكن نحكيوا على التراجي.